بعد إذن الدكتور محمد خليني أروح للدكتور كميل. دكتور كميل، الحقيقة إلى أي مدى تستطيع إسرائيل الصمود اقتصاديا مع طول أمد الحرب؟ أهلا وسهلا. أولا حسب إحصائيات رسمية لبنك إسرائيل بنفسه يقر بأن الناتج الإجمالي المحلي هبط ب 5% في منذ 7 أكتوبر، وكذلك هناك يعني حاجة ماسة لليد العاملة، وخصوصا اليد العاملة التي عندها تقنية كبيرة. لماذا؟ لأن هناك تعبئة 365 ألف شاب وإقحام في الجيش الإسرائيلي للاعتداء على ساكنة غزة، وهؤلاء معظمهم هم مهندسين، وكذلك يعني يشتغلون في قطاع التكنولوجيا الرفيعة الذي يشكل 18% من الناتج الإجمالي المحلي الإسرائيلي. وهناك فقدان ملايير إذا استمرت الحرب في القطاع السياحي بشكل، ليس فقط هناك هروب عديد من الإسرائيليين المزدوجي الجنسية إلى دول أوروبية أو الولايات المتحدة، ولكن كذلك هناك يعني استجابة ل 170 ألف إسرائيلي، سواء يقطنون بقرب لبنان أو في جنوب إسرائيل، الذين الحكومة الإسرائيلية يعني مجبرة بإيوائهم في فنادق سياحية التي الآن لا تشتغل. وكذلك هناك عزوف المستثمرين بطبيعة الحال. إسرائيل لا يمكن أن تشتغل بدون مستثمرين أجانب وبدون علاقات تجارية وعلاقات استثمارية مع دول أجنبية. فأي بلد كيفما كان، ولكن إسرائيل تعدت كل حدود يعني الوحشية، وكذلك يعني مجزرة وقتل 5000، أكثر من 5000 طفل، فهذا لا يمكن أن يرضي ضمير أي مستثمر. المستثمرين نعم هم يحبون المال ويحبون الربح، ولكن أغلبهم عندهم ضمير ولا يمكن أن يروا هذه الصور البشعة. ولا حتى على سبيل المساندة يا دكتور كميل، أنهم بيساندوا الاقتصاد الإسرائيلي لما يقفوا جنبه يعني؟ نعم، لأن رأينا يعني تغيير في الرأي العام العالمي، ونعيشها نحن في فرنسا في عشية 7 أكتوبر. الكل كان يلوم حماس والفلسطينيين ويساند بشكل مطلق إسرائيل، حتى الرئيس الفرنسي. ولكن لما بدأت تأتينا صور من غزة فالرأي العام انقلب، والضمير هناك ضمير إنساني. انظروا في ما وقع في جامعة هارفارد، لننظر ما يقع هنا وهناك وما هو يجب تحيته. وهناك شخصيات يهودية سواء فرنسية أو أجنبية، في الولايات المتحدة هو بيرني ساندرز، في فرنسا ألان مينك، وهم شخصيات يهودية معروفة جداً. طيب وصلت أنت سينكلير، الذين ماذا يقولون؟ يقولون يجب سجن نتنياهو، يجب أن يسجن نتنياهو، أنه مجرم، يقولونها بالحرف، وأنه يجب حل الدولتين ويذهبون بعيداً، لأن هذا يسيء بسمعة حتى اليهود، لأنه باسم اليهودية فهم يقترفون هذه الجرائم.